نحتاج لأرز بالكباب مع الزعفران. للخليط الكباب نحتاج لنصف كيلو من لحم البقر مفروم، نحتاج لبصلة مبشورة، نحتاج لكوب معدنوس مفروم ناعم، نحتاج لكوب كزبر أخضر مفروم ناعم، نحتاج لفص ثوم مهروس، نحتاج لملعقتين كبار من السمن، نحتاج لملعقة كبيرة من القرفة، نحتاج لملعقة كبيرة من الكزبر، نحتاج ملعقتين صغار من الملح، نحتاج لملعقة صغيرة فلفل أسود، نحتاج لملعقة صغيرة من بهار الحم. للخليط الرز نحتاج لأربع كوب من الرز البسمتي المغسول والمنقوع، نحتاج لزرشك اللي هو التوت البري، ونحتاج لملعقة صغيرة زعفران، ونحتاج لكوب من ربع كوب من الماء الورد، ونحتاج لملح وفلفل أسود حسب الرغبة. خلينا نبدأ بالمكونات مع بعضنا بتحضير الكباب. طبعا الكباب فيه تكنيك معين حتى ينجح معنا. أول شيء نحتاج زي ما اتفقنا أعزائي المشاهدين بنصف كيلو من الحم البقر. ممكن تديروا مثلا خليط بين الحم البقر مع شوية من الحم الخروف يعطي طعم رائع. أول حاجة نحن هنحتاج نحط الحم البقر عندي زي ما انتم شايفين أعزائي المشاهدين. مباشرة للنجاح وصفة الكباب، ديما أنا عادة لما نديره في وصفة كباب مثلا يسألوا فيها علاش مثلا يتفترش منا في أثناء الطهي أو يكون غير متماسك. في شوية تكنيك اليوم حنتعرفوا عليه حتى ينجح معنا وصفة الكباب. أنا هنا عندي بصلة مبشورة، بصل باشرة بالمبشرة، وقبل ما نحطها في الكباب انا نحتاج اني انا نصفيه، اني ننزل كل السائل اللي عندي، لان السائل هو اللي ما يخليليش الكباب يتماسك. ممكن هي ما تهزوش عليها، ممكن هي بصله واحده، لكن تو نشوف مع بعض كميه السائل اللي بينزل من البصله. مجرد ما انا نحطها بشكل هواء نعطي ضغطه بسيطه حتى كل الميه السائل عندي شال بالشكل هو، ننحيها مباشرة. بعدين نحط عليه الحم. طبعا زي ما انتم شايفين كمية البصل، كمية المية اللي نزلت ما تستهنوش بها، لانها كمية ممكن تساعد ان انا ما نخليش ان الكباب يتماسك معي اثناء الطهي. نحتاج زي ما اتفقنا على القرفة، ونبي نحتاج هنا اننا نضيف كشيك من البهارات اللي عندي، ونبي الكزبر. طبعا وصفة الكباب اللي عندي هنا من اروع الوصفات، لانها طريقتها سهلة وفي نفس الوقت طعم رائع جدا ومميز. انا هنا نحتاج حتى للثوم المهروس، وعندي المعدنوس، وعندي الكزبر الاخضر. انا حنحط نص الكميه ونص ثانيه حنحتاجها للتزيين، ونحتاج ملح، ونبي الفلفل الاسود، تمام. هنا مجرد ان انا ما بنعطي قلبه خفيفه، ولازم اني نعجن الوصفه الكباب زي العجينه بالضبط، يعني نعجنها بطريقه كويس حتى ان الالياف متاعي تتفتت مع بعضها. انا ممكن هنا نجيب مثلا ممكن ورقه زبده حتى اني نعجن على الطاوله كاني نعجن في عجينه عاديه، حتى نتأكد ان كل الالياف اللي عندي تفتتت من الحم وتعطيني قوام متماسك. ممكن انا اعطيك دعكة بسيطة هنا مع الفصونية هنا او في البولة هنا، بعدين نرجع نحطها على الكاونتر ونبدأ نعجن فيه. ممكن انا اخذ الكباب اللي عندي هنا، وطبعا زي ما اتفقنا ان انا ما عنديش اي سائل،
مباشرة إن أنا مجرد إني نعجنه بشكل هواء. وإذا حسيتوا ممكن إذا كان الورقة مثلا ضايقتكم في الخدمة، ممكن ببساطة أنا نعطيكم في طرق سهلة حتى ما تغلبوش نفسكم في المطبخ. ممكن نعجنوه على الطاولة طول، أنا هيك بندير توني بنعجن على الطاولة طول، الورقة عندي ما ساعدتنيش هنا. ممكن مجرد إننا ناخذ الكباب ونعطيه تخبيطة، كل شوية نعطيه تخبيطة حتى الألياف اللي عندي تتفتت ويكون عندي الخليط متجانس. احنا مرات يقولوا لي باهي كان نحطوه في محاضرة الطعام أو الفوت بروسيسر، مش حنح أنا هيك بنزيد نفرم على الكباب، وأنا مش منبيش يكون مفروم ناعم هلبة، مجرد إننا نعجنه بالشكل هو حتى إننا نتأكد كل الحم تخلط مع البصل والتشكيلة البهارات اللي ضفناها والثوم. وطبعا في اكثر من وصفه للكباب، في وصفات مثلا تكون ما فيهاش المعدنوس والكزبر، تكون فقط باللحم المفروم والتومه والبصل وتشكيله البهارات، لكن الكباب الايراني يكون فصله التشكيلات هي اللي زي ما انتم شايفينها. صارت هيك عندي زي العجينة متجانسة وسهل اننا نتحكم في تشكيلها. خلينا نعطي تنظيفة بسيطة باش نوريكم كيفية تشكيل الكباب. رجعنا لكم هنا اعزائي المشاهدين، مجرد ما ناخد اللحم عندي هنا او خليط الكباب، عندي هنا عواد السيخ، مجرد ما ناخذه زي توا وبنلصقها مع بعض بالشكل هوا. يكون عندي الشكل هذا، ممكن نديرها أي تنقريشة ممكن تفضلوها، راح نديرهم عبارة عن كأنها دواير صغار. مجرد ما ناخذ هيك قطة زي توا هيك ونضغط يكون عندي بشكلها، أو ممكن تخلوه بشكل الكباب المتعارف عليه. ونجيب واحدة تانية ناخذ، وممكن حتى أنكم أنتم بدون أن تاخذوا العوادة هي ممكن تشكلوه بشكل عمودي بشكلها من غير أن احنا عندنا عودة سيخ. نصوب بالشكل هذا، مع ضغطة الأصابع بالشكل هذا. حنكمله بالشكل هوا لين تتم عندنا الكمية اللي هي نص كيلو، ونص كيلو يسدنا من 4 لـ6 أشخاص. نحسبوا لكل شخص 2 او زوز صوابع من الكباب. وطبعا اعزائي المشاهدين خلينا نعطيكم فكره اكثر على الكباب. الكباب لما عاده بنشتغلوه في عندنا كذا طريقه. انا مثلا اليوم اخترت لكم طريقه شويه سهله، انا اي ربة منزل ممكن تديرها بكل
بساطة بكل سهولة، وهذا هو المتعارف عليه عند الإيرانيين، إنهم هم نفس الأكل اللي يأكلوا فيه خارج المنزل هو بذاته يكون في وسط المنزل. والأكل الفارسي عموما متشبع بالبهارات، متشبع بالتركيبة النكهات. يعني هي حديد نفس هي الوصفة إن إحنا اليوم استخدمنا الرز مع الزعفران مع تركيبة الكباب هي والماء الورد، ليه طعمه هيك تحسوها مميزة. فهذا علاش الوصفة هي انتشرت بشكل شائع. أنا هنا عندي الطاوة اللي بنقلي فيها الكباب، ممكن احنا ببساطة نحطوه حتى في الفرن عادي جدا، نكون محمينه أو مسخنين درجة الفرن درجة حرارة 200 أو 230، بعدين ناخذ الكباب هواء نحطها في الفرن يعطينا أيضا بنة جنينة. أو ممكن أنا زي ما انتم شايفين أنا حنستخدمه في الطاوة عادي. أنا هنا حنستخدم سمن، حنحط نص الكمية في الطرحة الأولى ونص الثاني في الطرحة الثانية. طبعا ممكن تستخدموا زيت عادي، لكن هيك حسيت ان الكباب يتماشى مع هيك السمن يعطيني بنة جنينة. مجرد ما ناخذ الصوابع الكباب اللي ضفناها، ممكن زي ما قلت لكم تديروا اي تنقريش انتم تحبوها. ممكن ناخذ زيت توا نضغط هيك، بعدين نجي زيت توا نعطي ضغطة ثانية، ممكن نجي ضغطة ثالثة هيك. يعني دائما الخيار هو يرجع لكم انتم كيف تبغوا تضفروه مثلا، فهذا الشيء يرجع لكم. أو ممكن نخليه زي ما هو متعارف عليه شكل الكباب العادي، وتكون الطاوة عندي هنا سخونة لما بنخدمه فيها الكباب. نحط لك مجموعة نكمل تكملة الكباب اللي عندي هنا. وممكن حتى بنفس الوصفة هي تشوها على الفحم تمشي عادي جدا. آخر عود عندي هنا، نعطي تنظيفة بسيطة للطاولة عندي. مباشرة هنا نعطي قلبة للكباب اللي عندي هنا، شايفين كيف تحمر ولا عندنا اللون البني هو. لازم نعطي قلبة لكل واحدة هنا. خلينا تعرفوا أكثر توا على طريقة الرز اللي عندي هنا اللي بنقدمه تكملة مع الوصفة اللي هو وصفة الكباب. في الأثناء هي خلونا نمشوا إن إحنا ناخدوا نبدأ بسيطة زي ما قلت لكم على الوصفة. نذكركم فيها أنا دعكت أو عجنت اللحم مع الكسبر مع المعدنوس مع البصل المبشور مصفيه من ميته، وضفت تشكيلة البهارات اللي عندي، وضفت للسمن أثناء القلي وشكلته. وزي ما انتم شايفين المنظر هو كيف ولا عندي هنا، وروايح طبعا ما شاء الله عندنا احنا في الاستوديو هنا كيف طالعة. وطبعا احنا عندكم الخيارات كيف انتم تحبوا، مثلا الكباب تحبوه
طيب على الاخير تحبوه ميديوم رير او يكون ناقص شويه من الاستواء بتاعه. عاده احنا كعرب يعني دائما نفضلوا اللحم يكون ويل دانت يعني. هذا نعطيه تقليبه بسيطه هنا. ممكن ما ندفهم شويه ونرجع نحط الحمه هنا، لان انا بعدين كلها حنرجعها مع بعضها في الطاوله، وتوا تعرفوا السبب. ممكن ان الطروف اللي استوت عندي هنا نحيها بالشكل هو. ونرجع نحط الكباب الني اللي عندي هنا. طبعا ممكن انتم تقلبوا الكباب بواسطه الاداه هي بتاع الملقاط هون بتاع الشوي، لكن انا ديما افضل بايدي يكون لابس جلافز، بس نتاكد الجهات او الجناب بتاع الكباب يكون كلها استوى عندي. وانا هنا عندي هنا ما في جهه مستوتش، هذا كله انا او ما طابتش كله برجع بعدين على الطاوه بس نعطيه نكهه الفحم، فبيرجع كله يطيب عندي مع بعضه. في الاثناء هي انا خلينا نبدا بتحضير الرز اللي عندي. انا عندي هنا ميه على النار، خلينا ناحي الجلافز الاول هو بحكم اني ما اسبيه الحم. عندي هنا انا ميه على النار، مية مغلية عادي جدا، نضيف لها شوية زيت. ونضيف لها شوية ملح. وعندي هنا الرز المغسول والمنقوع. حناخذ الرز المغسول والمنقوع وحنحطه في المية اللي عندي هنا. ولازم الرز طبعا يكون بسمة نوعيته كويسة، وفي نفس الوقت المية تكون عندي مغلية هنا قبل، ونخلوه على النار عالية لين يغلي. ممكن نلبس جلافز ثاني حتى نقلب الكباب اللي عندنا هنا. وطبعا الجوانتي هو النايلو يحمي ايدي من الحرارة من سخونية الكباب، فهذا علشان بس تزوز مع بعضهم. نرجع انا هنا نعطي قلبة خفيفة للكباب عندي. نعطي قلبة خفيفة من هنا حتى هي نعطيها قلبة. طبعا قلبتها قاعدة ما طابتش، هذا علاش دارت مني. ممكن ندفهم على جنب ونرجع الكباب اللي عندي هنا. كلها مع بعض نرجعوهم. والسايل اللي نزل مني من الكباب انا هنا حنصبها فوق الكباب، لانه هو بيكون هو فيه الطعمه المركزه. ونشتغل فيه على نار عاليه. وانا ذكرتكم اعزائي المشاهدين اني خليت نصف من السمن، يعني حطيت كشيك في البدايه والكشيك الثاني بنحطه توا. خلينا نوزع السمن من جهه هي مباشره. تو انا هنا يا دوبك هيك بنعطيك نغطيه شويه حوالي حتى متاع
ثلاثة دقائق هيك دقيقتين حتى كلها يطيب مع بعضها. في الأثناء هي أنا بيكون عندي رز ولا طيب ممكن أنا أو مش نطيبوه 100% نخلوه ناقص شوية طياب. ممكن أعطيه وش الأخبار عندي، ممكن أعلي شوية عليه النار نعطيه قلبة خفيفة للرز. ونغطيه. والكباب هنا قاعد عندي ياخذ كل النكهات مع بعضها وبدأك يوصل لمرحلة انه هو يكون طيب 100%. هنا في الأثناء هذه انا حنجيب الزراكش او اللي هو التوت البري، ما هوش زبيب وما هوش زبيب اسود، لا هو عبارة عن توت بري حامض، وهذا ينبت في دول الفارسية سواء كانت إيران باكستان أفغانستان ينبت عندهم، متواجد هو حاليا هنا يعني في لو ندوروه متواجد في عدة أماكن عطارية، ولكن لو مش متوفر ممكن نستبدلوه بالتوت العادي المجفف، وحتى هو التوت العادي المجفف متوفر. وعندي أنا تشكيلة بسيطة شوية من المكسرات مع الزبيب العادي حتى هو حنحتاجه هنا. حناخذ هنا التوت البري الحامض حنعطيك بشوية مية ونخليه بتاع 10 دقايق. في نفس الوقت أنا حناخذ هنا الزعفران، طبعا دائما علبة الزعفران تكون متينة شوية بس بتنفتحش بسهولة، لأن مجرد لو انفتحت بسهولة أنا حنخسر من الزعفران. وأكيد تعرفوا أعزائي المشاهدين أن الزعفران يعتبر من أغلى البهارات اللي في العالم. حناخذ هيك شعرات من الزعفران حنحطهم في مية الورد وحنخليهم حتى هم على جنب. هنا شايفين كيف مية الورد بدت تتحلل وكيف بدا لونها يعطي على الزعفران. هيك أنا أخذت من خلاصة الزعفران عندي هنا ونخليها حتى هي على جنب. هنا طبعا الكباب عندي تقدر تقول انه هو استوى 100%. هنا ممكن لو تحبوا نكهة الفحم او نكهة التدخين ممكن هنا ناخذ جمرة ونحطها معاهم تعطيني بنة جنينة، وهذه حنديرها الخطوة هي. في النهاية بيكون عندي الرز ولا طايب. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. طبعا هنا عندي التنجرة سخونة حنحط فيها كشيك سمن للرز، بعدين بناخد التوت الحامض اللي هو الزركش زي ما اتفقنا عليه اسمه، بناخده بنحط على السمن عندي. ونبي نحط المكسرات اللي اتفقنا عليها. نعطيهم قلبة خفيفة مع بعض. ونبي نحط مية الورد مع الزعفران. ونحرك مع بعض. الخليط هو كله هيك بالشكل هذا. بعدين ناخذ الرز اللي عندي حناخذ نصف كمية الرز، ورز انا عندي هنا تقدر تقولوا شبه ولا طايب. حناخذ الرز ناخذ نص الكمية ونعطيها قلبة خفيفة، لأن بالرز هو يبدأ لونه أصفر من الزعفران اللي عندي. نزيد نقلب نعطيه كشيك تاني.
تمام. بعد ما هنا قلبت الرز واخده اللون اللي هو لون الزعفران والزركش اللي عندي هنا والمكسرات والزبيب، حناخذ الرز هو. وانا هنا شو بندير؟ بنخليه في جهه، نقسم الطنجره على نصين، نعطيه جهه هيك زي توا، يعني مجرد ان انا نعطيه ميله هيك بالطريقه هي. في الفراغ هوا حنملي برز الابيض، ورز هنا طبعا زي ما نذكركم اعزائي المشاهدين اني ضفت له ملح وزيت، شويه زيت، بالشكل هو. ممكن نطفي عليه، الرز نطفي عليه. خليني ان انا ننحيه شويه من المكان هنا. وانا هنا عندي الطنجره ولت نص بنص، نغطيها هيك شويه حتى مجرد ان انا نبي الرز ياخذ طعم مع بعضها. ممكن هي نحتاج لها وهم نحيهم على جنب. في الاثناء هي انا عندي الكباب حتى هو ولا طيب، خلينا ناخذ الصينيه اللي بنقدمه فيها. اخذت لكم الصينيه هي خلينا نقدمه فيها هنا. مجرد ما انا ناخذ الكباب عندي الزعفران ما عشان احتاجه، الملح تو ما عشان احتاجه، خلوه هنا. انا عندي انا هنا خبز، ممكن نحط على جانب الشكل هوا. والرز هنا احتوى عندي خلاص جاهز ان انا ان نقدمه. خلينا نعري شوي على الكباب عندي هنا. طبعا هنا ممكن عندي كمية السائل نزل من الكباب، حنحطها فوق الرز الابيض اللي عندي، منها كمية مباشرة. طريقة التقديم عندي هنا، حناخد الرز عندي، حنجيب تساعدني بالشغل أكتر. طبعا هنا بنديك تشكيلة بسيطة، من مجرد ان انا نبي نخلي يكون عندي تشكيلة الوان. خلينا ننحي تو الخبزة هي باش نقدر نلعب في طريقة التقديم. ناخذ مثلا من الرز الفاستا الزعفران، نحطه على جهة هيك، وناخذ من الرز الأبيض نحطه على جهة، وناخذ من الرز اللي فيه الزعفران نحطه على جهة هنا، وناخذ من الرز الابيض طبعا خلوه في جهه بشكل هو. بعدين ممكن احنا نحط من الرز بشكل هو. ناخذ شويه من الرز هيك نص بنص، ناخذ كمية تانية من الرز اللي عندي،
تمام. خليني ندف الميه هنا ونحي الطنجره اللي عندي، مش هنحتاجوها. مجرد ما انا بناخذ توا الصوابع الكباب اللي عندي ونستفوهم بالشكل هوا. طبعا ممكن ان احنا نديرهم بالعود او ممكن بكل بساطة نحو منها العودة ويكون عندي الكباب بالشكل هذا، فهذا الشيء يرجع لكم. انا بصراحة هيك حسيت ان العواد فيهم شكل جنين فخلوهم بالعودة عادي، فيش مشكلة عندي هنا. تمام. والسائل اللي عندي هنا حنسقي به الكباب. هي ماش نحتاج ارجعها هنا، ممكن نغير شوي الجلافز. مسحة خفيفة. ممكن نلبس هنا جلافز حتى نكمل بقية التقديم اللي عندي هنا. وانا هنا مباشرة حنبدأ اني نحط الكسبر زي ما اتفقنا بداية الحلقة. انا ما حطتش الكمية كلها، مجرد اني ارش على الرز بشكل هوا. ممكن ناخذ الخبزة هنا نحطها بالشكل هذا. وهي تتقدم كواليمة، وهذا هو الطبق اللي عندي هنا، كباب بالرز مع الزعفران والرزاكش أو التوت البري.